سيدات مارسو سنة الغرباء وقواس تيسان مالين تهوين بينها الدوكا ومالين لغوين ايو كالين تطمر بكوليه قودهان ولشا ايو البحن مدى إنسانك ومالين بلغو معنى قيو نمعضو آدناها كومان استي وآه إنو كي يلقيم إنسانك كمدى دمر ليلترين ولشا كونك أوضم أوينكو ونمعو وابهن آدم جنة النحلة إذا كنت بي كنت من أول لكو شرفي إنو كحسيني أوينكو وقير جنة كمدة وقوك الوصف دي جيي سي أي ملوش وحسيشو أدوك ناقو مبارد ما أنت أواه ما لنكوين عالم كوردن وحامنان له إن أنسيبك له حصوه كالين تابينك صوماليات أي كلها يين غوغاني مدوكي دولار ديسكي تابين تابين تي بوشادة حلية دي أدكيت أي لصومر وحان هل كان سيكار أو سلام أيا وغن هم بليين أيا هاوين وينا صوماليات أي كتر سن أي ده مدى قلب كسيدة أي جمهورية ده فدرال كصوماليات أو إن بدن أو كاميدا أي عدو غار جحسادة وهو الفريان فرماها دقالك ونا بباقلقا ايان هلا احبتا نحانتا ايو قليلك ايو نفط وضعوها راي اوه راي سيدي ايو مدى صومالية شرف ايو ونولا لهاي وها هو انتيا ان حقسين تهويك فرمضا وضع ايو حوجين تكالنت وضع ايو بشدة كود حليه انتهاي البحنمو دين gobnimada mudan in lagu dhaanado ugu dambeyntii dhamaan haweenaha Soomaaliyeed waxaan leeyahay ambalyo meel walba oo aad joogtaan sanadkan sanadkiisa waxaan idin rajaynayaa guul horumar iyo baraare haweenka Soomaaliyeed oo dhamaantood madaxooda furan yahay waan la wadaagayaa waxaan rajaynayaa wax walba oo qof insaan ah uu mudan yahay aqabadaha iyo dhibaatooyinka aad sheegteen duruufaha keenay waa dareemi kartiin laakiin waa laga bixi doonaa raggiina aad idin jecel yihiin aad idin dareensan yihiin ahmiyadda aad u leedihiin waana ku mahadsantihiin maanta inaad nagu maamuustaan xafadan qiimaha badan waxaan mar labaad uga saddexaad u mahadcelinayaa wasaaradda haweenka oo xafadan soo qaban qaadisay iyo ururka haweenka ee Soomaaliyeed waxaan kaloo si gaar ah ugu mahadcelinayaa maamisaynad oo muddada dheer iyo waqtiga dheer halkaa nala joogtay dhammaantiin waa mahadsantihiin.